مالك يا حبيبي؟ في حدا؟ أبدا مفيش. أنا ضايقتك؟ طبعا لا. معقول برضو يا عايدة؟ أمال إيه الحكاية؟ أطفي لك النور؟ والله يبقى أحسن إذا سمحتي. لا بقى، أنت إيه حكايتك؟ أنت مش عايز تشوفني؟ ده كلام يا حبيبتي؟ هو أنا لو غمضت عينيا أشوف غيرك؟ لا، ده أنت اتعلمت البكش كمان. أبا أوعى بقى أوعى. أنا بكاش؟ الله يسامحك، يعني تفتكري ممكن عيني تشوف أجمل ولا أرق من مراتي حبيبتي؟ لا يا شيخ. الحقيقة عايدة، أصل أنا مشغول قوي بالعملية اللي ماسكينها في الإسماعيلية اليومين دول، عشان كده تلاقيني قلقان ومزاجي ملخبط شوية. بس القلق والسرحان ده بقاله أكتر من شهر دلوقتي يا محمود، وأنت كل ليلة بالشكل ده، يعني من قبل ما تمسك العملية دي، ولا أنت مش واخد بالك؟ معلش ما تأخذنيش عايدة، أصل الشركة مشاكلها كتير، وانت عارفة المسؤولية اللي أنا شايلها من يوم ما سبتلك إدارة الشركة لوحدك. أيوة يا سيدي، ما هو أنا الحق علي، أنا اللي عملتلي شريك في قلبك غيري. مش في قلبي يا عايدة، لكن في عقلي. انت عارفة قد إيه تقديري للمسؤولية، وخصوصا إن دي شركتك وفلوسك ومصالحك، ولا انت ناسية الحكاية دي؟ صدقني لو قلتلك إني فعلا ناسية الحكاية دي، ونفسي انت كمان تنساها. على الاقل وانت معايا هنا في البيت، الشغل والمصالح والفلوس مش هي السعاده يا محمود؟ السعاده في الحب وراحه البال والضمير. ايوه صحيح، عندك حق فعلا. تصبح على خير. وانت من اهله؟ صباح النور. امال هي؟ ايوه صباح النور. اهلا يا مدام. طب خلاص اتفضل انت. ايوه عايده. نعم. لا ده صالح الفراش. نعم. لا اصل الحقيقه قلقت ونزلت بدري، ما حبيتش ازعجك. انما انت ايه اللي صحاكي بدري كده؟ بدري ايه يا استاذ؟ انت مش عارف ان مراتك طول عمرها نشيطه؟ ولا يعني عشان صحيت لك يوم بدري؟ محمود اوعى تكون زعلان مني ولا واخد على خاطرك. لا طبعا، بس يعني ولا يعني ولا ما يعنيش. انت الظاهر فايقه ورايقه على الصبح يا عايده. الباشمهندس مالتي على الخط التاني يا فندم. حاضر. طيب يا عايده اسيبك دلوقتي عشان معايا تليفون شغل مهم قوي. طيب حاضر حاضر، مع السلامه. ايوه مجدي صباح النور. ايه يعني ايه؟ مش فاهم. طب ودي شغلانه يا اخي، ما تتصرف انت معاها. دي مش عايزه كلام ولا استفهام يا باشمهندس، وبعدين انا مش فاضي للكلام ده. البركه فيك يا اخي، اتصرف انت بقى، توكل على الله. ماشي ماشي، مع السلامه. انسه ليلى. ايوه يا فندم. من فضلك تعالي لي شويه. حاضر يا فندم. تحب سيادتك اجيب لك جواب شركه الاستثمار؟ ايوه تمام تمام، هاتيه بسرعة. حاضر.
صباح الخير يا فندم. صباح النور يا ليلى. الجواب اهو. الجواب يا فندم بتاع شركة الاستثمار. اقعدي يا ليلى. بس ما يصحش يا سيادة المدير. اسمعي الكلام. اقعدي. حاضر. حبيبتي اوعى كده، انا كنت نازله حالي. معلش يا ليلى سامحيني غصب عني. لا مش معقول كده يا محمود، يعني اقول لامي ايه دلوقتي؟ كنت بلم الغسيل من السطوح اللي ورانا. معلش يا ليلى قولي لها اي حاجه. لا 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 لا، حاجه ايه يا محمود؟ هو انت مش عارف امي؟ دي صعبه قوي. يا ساتر، يا كل حاجه في الزمان ده بقت صعبه حتى امك. ما انا بقالي ساعه لوحدي قاعده هم، وعماله كل شويه الم الغسيل وارجع انشره تاني، وانشر الغسيل وارجع المه تاني، والم الغسيل وارجع انشره تاني. يا ستي خلاص بقى نلمه سوا. طب واحنا يا محمود امتى هنتلم سوا في بيت واحد؟ مين عارف يا ليلى، يمكن بكره تتعدل. قادر ربنا على كل شيء. هو انت قدمت على السلفة اللي قلت لك عليها؟ اه طبعا قدمت، بس تفتكر يا ليلى يعني القرشين اللي في السلفة دول هيعملوا لنا ايه في الزمن ده؟ دي العيشه بقت نار. اهو برضه نوايا تسند الزير والغاوي ينقط بطاقيته يا ابو حنف. يا سيدي تمام، عداك العيب يا لولا. يعني اقول لها هتيجي تزورها امتى؟ هي مين دي؟ يوه امي. صحيح، بس مش كنا نستنى يومين ثلاثه كده على بال ما نشوف الراجل بتاع الشقه ده هيعمل معانا ايه؟ ساعتها بقى الواحد يكلم امك دي بقلب جامد شويه. ماشي. انما انت يعني كده. انا ماشي وانت كمان يا اخويا لازم تمشي، بعدين تستعوقني تقلع تطلع تطب علينا تبقى مصيب. مين امك؟ اي امي يا سي محمود؟ ايه مش عاجبك امي؟ فاشر. طب ده حتى امك تعجب الباشا. يا باشا انت يا باشا. طب يلا يا اخوي لم معايا الغسيل. لم نلم يلا. امدلنا هنا وحياتك يا فريده فندي. ايه ده يا ليلى؟ مش وقت النبي عشان في حادثه مهمه قوي. عشان اخلص بعدين. امرك يا فريده فندي. ومال مال فاضل يا استاذ محمود؟ ايه يا حبيبي؟ يا بابا ده دي أنسة ليلى. حاضر. يلا. اتفضلي يا أنسة ليلى. ده ايه ده كمان؟ ماشي. أستاذ محمود. نعم أنت كمان. الست هانم عايزة حضرتك فوق في الإدارة. أه طب روح فوق. ما تخلي حضرتك بالمرة واطلع لها أنا. لا يا حلوة، أدي بقى ما تنفعش. ما ماشي. ما خلاص يا ليلى هتجنن، الدنيا سودت في وشي مش عارف اعمل ايه، هتجنن. ليه يا محمود بتقول كده؟ ايه اللي حصل؟ كفالة الشر. الراجل يا ستي ده اللي قلت لك انه هيجيب لنا الشقه. ايوه ماله عمل ايه؟ صار يطلع من الصبر ياخد كل اللي اديتهوله ويهرب. تحوشت العمر السلف والدين وكل ما املك راح يا ليلى راح. في ده يا محمود ما تعملش في نفسك كده يا اخويا، عاد اخاف من القضاء. والحمد لله ان انت بصحتك، صحتي وفلوسي وحياتي كلها لك، انا فداك. بس كفايه كفايه ارجوكي. ليه يا محمود بتقول كده؟ مش هي دي الحقيقه؟ هو انت مش عارف كده؟ انا ما يهمنيش حاجه في الدنيا دي كلها غيرك انت، حياتي نفسها من غيرك ما لهاش اي معنى. كفايه كفايه، انا في عرضك، انا ما استاهلش الحب ده، مفيش حاجه في الدنيا تستاهل الحب ده. ازاي يا محمود؟ ليه بتقول كده؟ We'll be right back.
سمحت يا عم. الاستاذ محمود محمود افندي. محمود افندي يا ست عزل من ثلاث ايام. عزل متشكرة قوي. ايه يا جماعة عيد ميلاد مين النهاردة؟ لا يا ستي ده مش عيد ميلاد، الست عايدة صاحبة الشركة اتجوزت. والله؟ تعرفي اتجوزت مين يا لولا؟ مين يا فايدة فانجي؟ محمود كمال زميلنا الخبيث. حضرتك عاوز مني حاجة؟ اقعدي يا ليلى أرجوكي وحاولي تفهمي الكلام اللي هقوله لك. هتقول ايه تاني؟ اتجوزت الهانم، اتجوزت على الفلوس، وعينتك المدير العام، انت عينتني سكرتيرة المدير العام، جاي دلوقتي تعرض عليا الحب من اول وجديد؟ يا بجحتك يا اخي. الأستاذ علي فندم كان عاوز حضرتك. اقعد يا ليلى. أصل الأستاذ علي كان مش مهم. قلت إيه يا ليلى؟ في إيه يا فندم؟ في اللي قلت لك عليه. ما هو جاوبه قدام سيادتك أهو. وبعدين معاك يا ليلى، أنت ليه مش عاوزة تفهميني؟ ليه مصرة إننا نفضل نمثل على بعض ونعذب بعض؟ أنت عارفة كويس إن اللي حصل ده كان ظروف غصب عني، ما كانش ممكن ابدا. اللي يعرف التمثيل والكذب والخداع هو انت، اللي عاوز الشنق والحرق والعذاب هو انت، لكن للاسف العذاب ده بالنسبه لك كلمه بتقولها ما تعرفش معناها ولا جربته ولا حسيت بيه زي اناني. عاوز تكوش على كل حاجه، وانا مش مهم انا ولا حاجه، سكرتيره حبيبة عشيقة ما تفرقش. رد عليا يا ليلى أرجوكي، ما تحسسنيش بالذنب أكتر من كده. المسألة دي انتهت من زمان، والأحسن إن احنا ما نجددش اللي فات. مش ممكن. لازم تفهميني يا ليلى، لازم. شعوري ناحيتك زي ما هو، ما تغيرش وعمره ما تغير، بالعكس بيزيد كل يوم كل دقيقة. اللي بينا يا ليلى أقوى من أي حاجة، أقوى مني ومنك، بس مش أقوى من الكرسي اللي انت قاعد عليه، ولا أقوى من الهاني مراتك صاحبة العز والأمل دي كلها. أفتكر الظروف اتغيرت كتير قوي يا محمود بيه. أبدا يا ليلى أبدا. لازم تعرف إن عايدة دي بالنسبة لي كانت ورطة. أيوة ورطة، وغلطة كبيرة ارتكبتها في لحظة يأس، ومش ممكن تستمر. صدقيني يا ليلى، صدقيني أنا عمري ما حبيت غيرك انت وبس. تعرف حضرتك الموظفين بيقولوا إيه؟ عارف، عارف كل اللي بيقولوه. الواقع ان كلامهم مش بعيد عن الحقيقه، لكن مش هو الحقيقه كلها. ايوه، ومع ذلك انا ما يهمنيش اي حاجه. كل اللي يهمني هو انت وبس يا ليلى، انت وبس. انا بصراحه حاولت استغل الظروف واعمل لمصلحتنا، اعمل لمستقبلنا انا وانت وبس، لكن بالتاكيد كانت غلطه. ايوه غلطه كبيره. الغلطه الكبيره صحيح، كانت يوم ما صدقتك وامنت لك وحبيتك. لكن انا مستعد اصلحها عشان خاطرك، عشان خاطرك مستعد ابيع الدنيا كلها عشان خاطر حبنا. ياه حبنا؟ انت لسه فاكر؟ ليكي حق تزعلي وتتغيري وتكرهيني كمان، لكن لو عرفتي الحقيقه يمكن تعذريني. اي حقيقه؟ حقيقه الدنيا الغداره والظروف اللي ما بترحمش. حقيقة من الأيام يا ليلى، على قد ما بتدي لازم بتاخد. إلعن الزمن وتحجج بالدنيا وعلق أخطائك ورزايلك على الظروف، هو ده الإنسان. لكن الحقيقة اللي لازم تعرفها إن محدش بياخد من الدنيا كل اللي هو عاوزه، كل واحد بياخد نصيبه وبس. أرجوك يا ليلى تسامحيني، ما تكونيش قاسية في حكمك عليا. أنا عاوزك تفكري كويس في الكلام اللي قلتهولك واللي هفضل أقولهولك على طول،
وتأكدي ان حبنا لازم يستمر، لاننا مش هنعيش حياتنا غير مرة واحدة وبس. عن اذنك يا فندم احسن الموظفين. اوعديني يا ليلى انك تفكري. ان شاء الله. شوفي مين يا ليلى. حاضر يا فندم. الو. ايوه يا فندم موجود. لحظة واحدة. المدام سعاد البين. الو. ده مش تحاسبي. انا اسفه. معلش معلش معلش. انا معلش. انا اسفه قوي. معلش الحق غير هدومك لحسن تبرد. حاضر. معلش. مساء الخير يا عم ابراهيم. مساء النور يا ست ليلى. تسمح لي بالتليفون؟ اتفضلي. انا عبد الواحد محمد صلاح. يسرى. محمد صلاح. عليا. توصل ربيع. الو. دي الظاهر مشغوله. طب ما تجربيها تاني. لو على ايه بقى؟ مش مهم. على كيف؟ ولا اقول لك اجربها برضو يمكن. وده وقته. محمود رد يا محمود. ايوه مين؟ ايوه انا. مين؟ عزت؟ ازيك يا عزت؟ طب اسمع يا عزت خليك معايا ما تقفلش، انا هكلمك من السماعه تاني. مين يا محمود؟ ده عزت صاحبي هكلمه من جوه. طب تعالى وانا وطي لك التلفزيون. لا معلش خليك انت براحتك. ايوه يا عزت. ايوه انا معاك. انا ليلى. ليلى. ايوه طبعا عارف. انا مش مصدق وداني. بتتكلمي؟ بتتكلم جد يا عزت؟ مش معقول. فين؟ ده ربيع يا سيدي. ايوه طبعا عارف. حالا 10 دقايق. شيرين؟ ساعة؟ الطاير؟ تقطع؟ ماشي ماشي. لا ما هو يا دوب. طيب مع السلامة. انا مضطر البس واخرج حالا. تروح فين؟ اصل عزت ده صاحبي من زمان من ايام المدرسه ولسه يا دوب واصل من البلد. القليله شيء زمالك. وانا الحقيقه بقى وحشني قوي. محمود. طب يا اخي مش كنت عزمته هنا احسن؟ لا على ايه؟ اروح له انا احسن. عن اذنك. طيب ما تتاخرش. هستناك. ماشي. شيء
اتأخرت عليك؟ استنيتني كتير؟ ولا يهمك. غلطت نفسي كتير وتعبت وتنسبت، لكن كلامك وحبك خلاني أفكر تاني، وفكرت ولقيت عندك حق يا محمود. مش ممكن هنعيش حياتنا غير مرة واحدة بس. مصدق عينيا يا ليلى، متهيألي ان انا في حلم جميل وخايف اصحى منه. خلاص يا محمود، من النهارده مفيش لا خوف ولا عذاب. خايفة قوي يا محمود، الظاهر ان احنا تأخرنا. لا ولا يهمك، انا هكلمها لك. هي مين دي؟ الله امي. يا باشا يا باشا.
ميرسي يا باشا. شكرا. افتكر دلوقتي اقولك تصبح على خير. اوصلك لحد البيت؟ لا لا لا، لحد هنا كويس قوي. تصبح على خير. وانت من اهل لسه صاحية؟ الحمد لله على السلامة. مساء الخير يا حبيبتي. قابلت صاحبك؟ ايوه الحمد لله. يا ما تتصوريش عايدة كان وحشني قد ايه. اصل عزت ده حبيبي قوي من زمان، من ايام المدرسة، وعلى فكرة هو السبب في التأخير ده كله. طب يا سيدي ربنا يبسطك. اصر يا ستي نسهر بره زي زمان. ياه هلكني من الضحك، دمه خفيف قوي ابن الايده. الو الو، ردوا ردة الميه في زوركو. اما قلة ذوق صحيح، ما تاخديش في بالك يا حبيبتي. المهم الماتش خلص على ايه؟ 2-1 واحنا اللي كسبنا طبعا. طب عال عال احنا مش ننام بقى. تعبان؟ يعني الساعة فاتت واحدة. بزمان ده احنا بقينا وش الفجر. ياه تصبح على خير يا حبيبتي. محمود. نعم. انت لسه بتحبني؟ اوه اعملي معروف يا عايدة، نامي بقى انا عندي شغل بكرة الصبح بدري. عن اذنك. اسعى على صوت الخط والراحل حضرتك عم نعود مع الصوت. طب بس يا اخوي وصل لحضرتك دي.
استم حاسم يا استم حاسم، مش حضرتك تخلي الهيصه دي بعد ما انزل؟ فين الشراب البني؟ الشراب البني في الغسيل. البس اي حاجه يا مصطفى، غلبتني يا مصطفى. يعني حضرتك توافق البس اسود على بني يا استم حاسم؟ البس اي حاجه يا مصطفى وخلصني. ايه الهيصه اللي انت عاملها دي يا اخي؟ يا ساتر عليك. الامر في صاحب الامر. فين الفطار والشاي يا استاذ محاسن؟ حالا يا مصطفى، هيجهز يا اخوي عبال ما تخلص لبسك. لبس ايه وشنطتي يا استاذ محاسن؟ ما انا لبست خلاص اهو، هضغط عليا على ميعاد المصلحه. الله، يبقى كويس كده يعني. الله، هو جاي يا مصطفى؟ ما خلاص، ما تروح تشتري لك سندوتشين وتاكلهم هناك وخلاص. حاضر يا استاذ محاسن. من عينيا. طب بقول ايه؟ احنا مش عندنا قراقيش؟ ايوه عندنا. طب ما تديني شويه قرقاشهم. خش خد لك من المطبخ واحدتين اتنين بالعدد، عشان ده اخره وفتحي ما بيفطرش من غير. متشكر يا سمحان. خد تعالى. ايه؟ خد يا حبيبي دخل دي المطبخ معايا. حاضر. يلا خد. ايه؟ حط دي جوه. حاضر يا سمحان. وعليكم السلام. بس انت يا عبد، تعالى يا راجل، انت برضه واخد الكيس بحاله؟ النهارده يا ابني يا راجل الكيس حلو. النهارده يا محمد يا راجل وخدت كتير. جرى على رحمه بابا يا راجل. الراجل عايز ياكل لحمه. ما عليك ما وقفت معاك. هروحي عليك يا ساتر. اما انك راجل طفص ما تختشيش بصحيح. فتحي 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 قوم يا اخويا. اصحى امال، انت مش عايز تصحى ولا ايه؟ ما تقوم كده امال. صباح الخير يا محسن. صباح الفل. ايه الساعة كام دلوقتي؟ الساعة يا اخويا جت 9:30 اهي. لسه بدري. حرام عليكي، حرام عليك الحبيب لبن. تعالى قوم قوم اصحى يا اخويا، بلاش دلع امال. الله، طب انا خدت كده على التنبلة اليومين دول. مش تصحى كده وتكلمني وتحكي لي وترسيني وترستقني وتفطمني وتقول لي عملت ايه؟ يا سلام. ايه؟ يا سلام يا محسن لو الحكاية دي نفعت. وطوعتني ولعبت معايا البلية، هتبقى فرصة العمر يا اخويا. احنا مش عايزين غير كده. بقول لك ايه؟ ها؟ مصطفى كرشو نزل. كرشو؟ مصطفى جوزك. ما من بدري. طب الحقيني بقى، الحقيني بالكف دلوقتي. الكف ايه؟ الشاي وليه؟ الشاي محاسن مالك؟ انا افتكرت واحد صاحبك يا اخويا. حاضر يا ست الشاي. خلاص هقوم اجيبه لك من عينيا الاثنين. بس بلاش الجهاز اللي بتحطي فيه. حاضر يا فندم، تحت امرك. خلاص. أنيسة ليلى. طب ممكن جهة واحدة لو سمحت؟ نعم. تعالي لي شوية من فضلك. حاضر يا فندم. خلاص يا فندم، هبلغ. مع السلامة. البوست يا فندم. وحشتيني يا سيدي المدير. قولي لي ايه مواعيد النهارده؟ اولا هطلب لسيادتك الموقع في الاسماعيليه، لان الباشمهندس مجدي اتصل اكتر من مره وقال لي اول ما حضرتك توصل نكلمه على طول. الساعه 12 في ميعاد مع الاستاذ فؤاد، والساعه 12:30 ميعاد مع مندوب بنك الاستثمار، والساعه 2 يا ستي خلاص فهمت. المهم فين اهم ميعاد؟ اتاجل لبكره، تسالنيش عن السبب كده. طب شوفي بقى يا ستي، تكلمي مجدي وتقولي له ينتظرني بكره في الموقع. هتسافر؟ ايوه، وانت تجهزي نفسك عشان هتسافري معايا. انا يومين اتنين يا ليلى في الاسماعيليه، احلى مكان في الدنيا. نطمن على الشغل ونشم نفسنا شويه. ايوه بس من غير بسبسه. قلتي ايه؟ ماشي.
الو لوحدك طبعا، ما تحاوليش تنكري لان انا عارفه جوزك موجود فين دلوقتي. انت عايزه ايه يا ست انت بالظبط؟ بتتصلي بيا ليه؟ اصلك صعبانه عليا قوي يا روحي، حاسه بيكي وبالهم اللي راكبك. ممكن تحترمي نفسك شويه؟ ما تزعليش قوي كده، انا غرضي اخدمك، يعني اصحيكي من النومه اللي انت عايشه فيها دي، يعني كل قصدي مصلحتك. مصلحتي انا قادره بيها، ومش محتاجه واحده زي حضرتك عشان تدلني عليها. ده بيخونك يا هبله، بيغشك، بيلعب بفلوسك وبعواطفك. اذا ما كنتش مصدقاني انا اقدر اثبتلك، اقدر اخليكي تشوفي خيانته بعينيكي. قلت ايه؟ اسمعي يا ست انتي، احسن لك ما تتصليش بيا مره تانيه. دي قفلت السكه في وشي. لا دي باين عليها ست وعره قوي يا مصطفى، مش هينفع معاها الكلام ده. كلام ايه اللي ما ينفعش يا استاذ محاسن؟ اتقالي على الرز شويه، ده تكتيك اخوك ابو الفتوح العتره اللي كلمته ما تنزلش الارض ابدا. بقول لحضرتك ايه، ما تقومي بقى تحط لنا شويه رز على باميه كده عشان ربنا يرضى عليكي. يا خرابي، يعني اصوت دلوقتي رسمي والم عليك الدنيا يا مصطفى؟ ليه يا سمحة حسن؟ حصل لك فلا الشر. الله، ليه العصبية دي؟ انت يا راجل ما بتشبعش ابدا. اشبع من ايه يا سمحة حسن؟ ده انت لموز حضرتك مورياني الذل ومطفحاني الكود. الله يرحمك يا امك. امك يرحمك؟ انت نسيت نفسك ولا ايه يا مصطفى؟ والله عال، انا الحق عليا، انا الحق عليا اللي جبتك ولميتك وخليتك قيمه وسيمه وخليتك ملوي هدومك وجبتك قعدتك معانا هنا في بيت ابويا. يا سمي حسب، مش القصد. لا هو انا بقى القصد يا مصطفى، الله يرحمك يابا، انت اللي غصبت عليا وجوزتهولي. لا يا سمي حسن، حضرتك اللي اخترتيني وكمان عن حب. حب؟ انا اختارك انت يا قرة الرجاله؟ انا اختار واحد كان ابوه بيشتغل مرمطون عند ابويا وبالاجره؟ مرمطون؟ اهو المرمطون ده يا سمي حسن، وابن المرمطون هو اللي قايم بحضرتك وباخو حضرتك. انت بتعايرنا يا مصطفى، بتعايرنا عشان صلوة ابويا كلها راحت واتحولنا للكماليم اللي انت بتجيبهم من وظيفتك الكعيانة. لكن الحق مش عليك، الحق على فتح اخويا، هو اللي خد صلوة ابويا وضيعها في القمار والخمرة وخلانا نتحيو جري اللي يسوى واللي ما يسواش. اه يا الله، قوة الا بالله. اوعى كده يا سلام، معلش يا سلام، عشان خاطر بطل يا ابني. مش انت اللي بتعيط لي يا سلام؟ بعد اذن حضرتك ابوس راسي. خدها. وبعدين يا ستي ولا يهم، الموضوع اخوك فتحي ماشي وبكره هينقلنا نقله تانيه. يا رب عشان ما نتحوكش ليك ولا نتكملتوش اللي انت بتجيبهم. ايه مالك؟ لا ابدا مفيش. إيه انت ايه اخبارك؟ عادي. طب يلا انا هلبس وانت غير هدومك. ليه؟ عشان ايه؟ عزمك على العشاء. عشاء فين؟ في اي حته تعجبك. يلا هنسهر يعني؟ اه نفسي اخرج مع جوزي. مش ملاحظ ان بقالنا كتير ما صرناش مع بعض. ايوه صحيح، بس الحقيقه انا الليله دي كنت ناوي انام بدري شويه لاني مسافر بكره الصبح ان شاء الله. سافر؟ الاسماعيليه، لازم اروح اطمن على الشغل بنفسي، المشاكل كترت هناك والظاهر ان مجدي مش عارف يتصرف لوحده. طب وماله؟ دي حتى فرصه كويسه نسافر مع بعض ونتفسح ونغير جو ونطمن على الشغل سوا. لا لا لا، سافر معايا ازاي؟ ده يبقى تعب عليكي قوي يا عايده،
ده انا يا دوبك هسافر من هنا على الموقع وارجع في نفس اليوم، لان عندي هنا ارتباطات شغل مهمه جدا. تسافر معايا ازاي بس؟ طيب يا محمود اللي تشوفه. طب يلا يلا انا حاسبك على فوق ونتعشى هنا احسن. ما تخافيش ما تخافيش يا ليلى، لمبة الزيت منورة. استنى اما انزل اشوف. خد بالك. انا مش عارف ايه ده. اي خدمة بيه؟ حاجة غريبة اوي يا اخي، باين الزيت خلص فجأة ولا ايه مش عارف. استنى استنى واحدة. تعال يا حلوة تعال يا خنفسة. كده. بس هنعطر سيادتك. لا ابدا ولا يهمك. يا خبر ايه ده؟ خير؟ العربية ما فيهاش ولا نقطة زيت. ده انت تحمد ربنا اللي ما ولعتش منك. عايز تمشي بيها ازاي دي؟ حاجة غريبة مع انها لسه متشحمة قريب. على العموم حظك كويس، انا معايا ازاز الزيت شايلها باستمرار. انا مش عارف اشكرك ازاي، ده انت ربنا بعتك نجدة. لا شكر على واجب يا استاذ. دلوقتي تقدر توصل بالسلامة ان شاء الله. انا مش عارف اقول لك ايه. طب تسمح لي تمن الزيت يعني؟ وده معقول؟ زيت ايه؟ زيت ايه؟ مش ممكن يا اخي، دي خدمة انسانية. انت فاكرني ايه؟ عن اذنك انا مش عارف اقول لك ايه يا استاذ. على العموم انا ممنون جدا، ما يلزمش اي خدمة. اتكل على الله. مع السلامة. اتكل على الله. مع الف سلامة. يا محمود خلاص؟ ايوه يا ستي الحمد لله خلاص. يا سلام راجل شهم وصحيح. حبيبتي ما هي لازم تفرقع احسن ما فرقع انا. وتفرقع ليه انت بقى؟ كفاله الشر منك يا لولا، من الحب من السعاده من فرحتي بيكي. انا مش مصدق نفسي ان احنا مع بعض. لا صدق يا حبيبي، مفيش حاجه في الزمن ده دلوقتي ما بتصدقش. يا حلاوتك اهو كده. تعالي 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 اقعدي. لسه زي ما انت يا ليلى بتاعت زمان، ما اتغيرتيش. ايوه انا زي ما انا وانت بتتغير. يا سيدي يا سيدي. اشربي اشربي. اشرب ايه؟
انت عاوزني اشرب خمره؟ ده مش ممكن طبعا، انت اتجننت. لا 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 لا، خمره ايه؟ دي شمبانيا يا حبيبتي، شمبانيا بتاعت الناس الهاي. اشربي. شمبانيا ايه يا محمود؟ مستحيل طبعا. عشان خاطري ارجوكي يا محمود، مش ممكن، انا عمري في حياتي ما شربت الخمره دي. طب اسمعي، جربيها جربيها، ولو ما عجبتكيش ما تطوعينيش في اي حاجه بعد كده. يا ريت. يا ريت ايه؟ تطوعيني؟ يا ريت ما طوعكش. هو انا مضيعني في الدنيا دي غير ان انا مطوعاك في كل حاجه؟ ده الظاهر يا ليلى لسه ما نسيتيش اللي حصل. بالعكس، والا ما كنتش تلاقيني قاعده معاك هنا دلوقتي. يا حبيبتي يا ليلى، انا عارف ان اللي حصل كان صدمه كبيره بالنسبه لك، لكن انسى، اشرب وانسى، وخليني انا كمان اشرب عشان انسى وما نتكلمش خالص في اللي فات. حلوتك او كده او كده يا سيدي، في صحتك وفي صحه حبنا. خير في ايه؟ لا ابدا، بس اصل الست. الله، انتوا نازلين في نفس الفندق؟ ايوه نازلين. ايوه يعني نازلين في نفس الهوتيل. ايوه بس مش عارف. مش عارف ايه سعادتك؟ هي الست انتحرت؟ لا ما تخافش قول، يعني خدت سبستيوت؟ ما تخافش، انا معاك، قول ما تخافش. يعني شربت انبوبة بوتاجاز؟ لا، قصدي انبوبة اسبرين. لا لا مؤاخذة بقى، لازم سعادتك ضربتها على سخن. لا ضربتها على اوه يا اخي، لا، اصلها تقلت في الشرب شويه. تقلت في الشرب؟ طب ما تقول كده من الصبح. تعالى معايا، تعالى وريني بس، تعالى. طب بس مش كنا جبنا لها دكتور؟ دكتور ايه يا دكتور؟ انت عايز تفضح نفسك بالاونطه قدامي؟ هي فين؟ يلا وريني. ليلى. الله 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 الله، ايه ده؟ انت شربتها ايه؟ طافيه؟ عارف. استنى ليلى، استنى. لا لا لا، ما تخافش، ما تتخضش، فيها نفس. خلاص شيل معايا لو سمحت، شيل معايا. ايوه شيل معايا، استنيتها بس. ليلى فوق يا ليلى. استنى هتبقى فوق كده. ايوه فوق. ليلى مدام فوق يا مدام. ليلى جيب لي فص ليمون، بتاكل سمك؟ جيب لي فص ليمون وجيب لي شويه كولونيا. ايوه مدام ليلى، خد هات. ايوه ان شاء الله دي فيها الشفاء بقى. وعلي. ليلى، يا ليلى، الحمد لله على السلامه يا ست.
الله يسلمك. الحمد لله اخي فات، احمد ربنا. الحمد لله، ده انت عجيب يا اخي، انا مش عارف اشكرك ازاي. لا شكر على واجب، انا نفسك بقى. طب استنى، بقول ايه، انا حابب ان احنا نتعرف على بعض. انا محمود كمال، انا هدي لك الكارت بتاعي اهو. انا يسعدني ان انت تجي لي تزورني في اي وقت في الشركه. لما اقدر اخدمك خدمه كبيره تستاهل. طب بس اتعرف عليك يعني دلوقتي. فعل خير. بس برضو ما حدش يامن لحد بالسرعه دي، وبصراحه بقى الاشكال دي ملهاش امان. يا شيخه حرام عليك، ده جدع في غايه النبل والشهام، كفايه انه انقذنا من الغرقه اللي كنت هتغرقها لنا ليله امبارح. مش انت السبب يا محمود؟ قعدت اقول لك ما بشربش وبرضه خلتني اشرب. نهايته اهو ربنا سترها معانا، والفضل ليه هو برضه. صحيح الليله باظت، لكن معلش. بس انا مش مصدق ان الصدف تكون مترتبه بالشكل ده ورا بعضها. اكيد الجدع ده ورا حاجه. يعني هيكون عايز ايه؟ اي حاجة. مش ممكن تكون مراتك بعتها وراك عشان يتجسس علينا؟ لا لا لا، معقولة؟ انت اضرب نفسك يا استاذ، شوف بقى كنت بتعمل ايه في اليومين دول. ده انت قايل لي انك راجع في نفس اليوم، حتى ما وافقتش ان اسافر معاك. يا عايدة قلتلك ان العربية اتنيلت عطلت واضطريت ابات لغاية اما تتصلح. الله، يعني عاوزاني احلف لك؟ لا، وتحلف ليه ولا تحلف ولا حاجة. بس لازم تعرف يا محمود اني مش هبلة ولا عبيطة ولا عيلة صغيرة عشان تلعب بيها. وانا بحذرك لو فكرت في يوم من الايام تغلط في حقي. يعني ايه بقى؟ بتهدديني؟ افهمها زي ما انت عايز. حاجة حلوة قوي دي. انا مش كم مهمل في حياتك، وانا بقولها لك لاخر مرة يا محمود، ولمصلحتك خد بالك من تصرفاتك كويس، وإلا هتخسر كل حاجة في لحظة. ايه ده انت بتكلميني كده ازاي؟ لا يا هانم، اذا كنت فاكرة ان فلوسك دي هي كل حاجة تبقي غلطانة. اصحي وفوق نفسك، انا هنا الراجل، اعمل واقول زي ما انا عاوز. اعمل اللي تقدر عليه يا محمود. خصم 3 ايام لكل المكتب، القرار ده يتنفذ فورا. امرك يا فندم. اتفضل. وارجوك يا فريد افندي، يبقى خد بالك كويس من تصرفات الموظفين، لان ده اسمه استهتار وفوضى. حاضر يا فندم، مع ان والله العظيم انا مش مقصر ابدا، حتى اسال الانسه. خلاص انتهينا. حاضر. مالك يا محمود؟ انت عمرك ما كنت كده، الراجل فعلا ملوش ذنب. ايه الحكايه؟ مفيش. طب قولي بس ايه اللي مضايقك؟ ما تشغليش بالك يا ليلى. ده معقول برضو؟ ملهاش غير بالي مين؟ مش عارف يا ليلى، مش عارف. الظاهر ان النهايه قربت. حياتي مع عايده بقت صعبه، مستحيله. هي عرفت حاجه؟ ما افتكرش، والا كانت واجهتني بصراحه. مش عارف. طب بس هدي نفسك يا محمود، وحاول تسيس امورك معاها لحد ما. لا يا ليلى، انا لو استمريت معاها اكتر من كده هتجنن. انا خلاص تعبت وزهقت من كتر التمثيل والتوتر المستمر، ومن غيرتها العامية اللي. انا السبب يا محمود، كل اللي بيحصل ده بسببي انا. ما تقوليش كده يا ليلى، انت بعيدة خالص. هي تصرفاتها كده من يوم ما اتجوزتها. برضو هي دي الحقيقة يا محمود، ابتدت بغلطة مني يوم ما فتحت لك قلبي تاني، رغم معرفتي بظروفك الجديدة. ابدا ابدا، بالعكس يا ليلى، انا قربي منك وحبي ليكي خلوني احس ببشاعه التمن اللي دفعته في الجوازه دي، واللي انت كمان اتظلمتي ودفعتيه من غير ذنب. بس انت اللي اخترت يا محمود، وعشان كده لازم تضحي وتستحمل. الو بالمس، ايه مش عايزه تردي؟
صاحبتنا قفلت السكة. اطلبيها تاني. هي ادتني فرصة اكلمها خالص. وراه ما تونيش لحد ما اطلب. حاضر. ايه النمرة مشغولة، الظهر رفعت السماعة. وهي هتروح مننا فين؟ تكتكنا يا سونسون هو اللي لازم يكسب، واحنا يا حبيبتي ده مش هيحصل الا اذا لعبنا بالبيضة والحجر. والله انتوا معجبوها البر. اذا كنت انت بقى ولا سي فتحي اللي سايقنا وراه كده ومخلينا زي العيال اللي بيلعبوا حلقوش في الحارة. لا يا سي محاسن، بعد اذن حضرتك ما تلخبطيش. ايوه يمكن انا كده شوية، لكن فتوح فتوح ده حاجة تانية، ده ودراسي ولافف ويعرف ياكلها وهي ولع. بقولك ايه، خلصي شغلك وقومي حضري لنا لقمة احسن ميت من الجوع. يا راجل اصبر شوية، احنا في ايه ولا في ايه؟ يا دي النيلة. بيغشك، بيلعب بفلوسك وبعواطفك. اذا ما كنتش مصدقاني انا اقدر اثبتلك، اقدر اخليكي تشوفي خيانته بعينيكي. قلتي ايه؟ بتعملي ايه عندك؟ مش شايف ايه اللي بعمله؟ وبأي حق تفتشي في حاجتي بالشكل ده؟ بحق الزوجة المخدوعة اللي جوزها بيلعب بيها. بس انا ما خدعتكيش يا مدام ولا لعبت بيكي. انا اللي احكم مش انت. وليه ما تراعيش الذوق والاصول في تصرفاتك؟ بترضي انت تتصرف معاكي بنفس الطريقة؟ من حقك، ودي حاجة ما تزعلنيش ولا تخوفني مادام تصرفاتي نظيفة وواضحة. قصدك ايه بالظبط؟ انت عارف قصدي كويس. لا تظهر الروايات اللي بتقريها ولا افلام الفيديو اثرت على مخك. حاسب على كلامك يا محمود. يا سلام، تبقي غلطانه وبتهدديني كمان. وهغلط اكتر لو اضطرتني لكده. ما تنساش كمان يا سعاده البيه ان انا مش مراتك وبس، ده انا صاحبه البيت والشركه اللي سيادتك مدير فيها. انا مش قادر افهم العك اللي بتقوليه ده سببه ايه ولا لزومه ايه. محمود، انا عمري ما غلطت معاك ولا تمنيت الشر ابدا، لكن ثق ان يوم ما اتاكد انك بتغشني او بتلعب بيا هيبقى لي معاك تصرف تاني، تصرف ما يخطرش على بالك. يا سلام، هتعملي لي ايه يعني؟ هتقتليني تقريبا حاجه زي كده. عن اذنك. خير يا محمود؟ ما قلتش جيت خبط عليا في ساعة زي دي؟ أنا حمدت ربنا إن أمي خدت الدواء ونامت. معلش يا ليلى، اعذريني. أنا مش دريان بعمل إيه. أنا خلاص أعصابي ما عادتش مستحملة، ولازم يا ليلى تكوني معايا، لازم. طب إهدى بس يا محمود، هدي نفسك كده وفهمني إيه اللي حصل. مش ده المهم، المهم إن إحنا لازم نسافر فورا، نروح أي حتة بعيدة، ودلوقتي حالا. طب وأنا يا محمود؟ ظروفي ملهاش عندك أي اعتبار؟ أنا فاهم أنت عاوزة تقولي إيه، وعامل حسابي كويس. إحنا هنتجوز يا ليلى، هنتجوز ودلوقتي حالا. قرار زي ده يا محمود مش ممكن يتاخد في لحظة غضبه بالشكل ده. بكرة إن شاء الله تكون أعصابك هديت ونقدر نتفاهم بعقل. مش هتلاقيني يا ليلى، مش هكون موجود. يا محمود ما هو لازم تديني أنا كمان فرصة أفكر، مسألة مش ممكن تيجي بالشكل ده أبدا. آه عندك حق،
لازم تفكري، حقك عليا، انا اللي غلطان. عن اذنك محمود، ارجوك تفهمني. عن اذنك محمود. ويسكي دبل. مساء الفل. اهلا، ازيك؟ باين عليك زعلان، في ايه؟ ابدا، متضايق شويه. لما انت عجيب قوي، اللي جابك هنا دلوقتي؟ حسيت انك محتاج لي، جيت على طول. زي فرافيرو، تعرف فرافيرو؟ لا لا، انا مش بهزر، دي حقيقي صدف عجيبه. اولا المره دي مش صدفه، لاني متعود اثر هنا باستمرار. ثانيا، وده كلام جد مش هزار، انا عندي احساس غريب بيربطني بيك. ايه هو؟ معرفش. حضرتك بتؤمن بتلاقي الارواح؟ انت اسمك ايه؟ فتحي، بس اسم الدلع بقى فرافيرو. وبتشتغل ايه يا فتحي؟ فاعل خير، ونصيحتي ليك انك ما تترددش. شوف مصلحتك فين واسعلها من اقرب الطرق، حتى لو تحديت كل الناس. المهم بقى تشغل ذكائك ومخك عشان توصل وانت مستريح من غير شوشره ووجع دماغ. صدقني يا صاحبي، الحياة مش عايزة غير كده. الحساب ده عندي عايز. ما أقول برضو. حصلت بيني وبين عايده خلتني ما ادريش بتصرفاتي. المهم انت كويس دلوقتي؟ يعني مش زعلانه مني؟ حد يزعل من حبيبه؟ انت مش عارف انت ايه بالنسبه لي يا محمود. وانا علشانك يا ليلى هتحدى الدنيا كلها، هتحدى كل الناس، هرسم لمستقبلنا سوا. بس هي فعلا المساله محتاجه شويه وقت وصبر وهدوء علشان اقدر امن حياتنا. اهو ده كلام العقل، وإلا تبقى بتهد كل اللي بنيته. تمام يا ليلى، أنا مش عارف من غيرك كنت هعمل إيه، ولا كنت هحس بطعم الحياة والسعادة إزاي. لا ده أنت النهاردة بقى عال قوي، أمسك الخشب، اللي كان يشوفك امبارح بالليل ما يشوفكش دلوقتي. أيوة صحيح، بس الفضل ليه هو كمان، أنا فتحت وعرفت طريق المظبوط بعد مقابلة رتبها لي القدر. تعرفي مع مين يا لولا؟ مين؟ فاعل الخير. آه ده بتاع الموتوسيكل. أيوة أيوة، الجدع ده عجيب قوي يا ليلى. بكلمتين منه حسيت اني لازم اعرف هدفي واتحدى كل الظروف في سبيل مصلحتي. بس حاسب يا محمود، اوعى الراجل ده ورطك معاه في اي غلط. ذكاء، الذكاء يا لولا، الذكاء اهم حاجه في الدنيا دي، الذكاء. فعل خير قال كده. انت عاوز الصراحه؟ انا الجدع ده بقى مش مستريحه له خالص، ظهوره في حياتنا بالطريقه دي مخلينا اشك فيه يا محمود. بالعكس يا ليلى، ده جدع ما شفناش منه الا كل خير، ده طيب وشهم وابن حلال، ده دمه خفيف موت. اه انا قلت لك رايي، ولو بتحبني بصحيح ما تخلوش يتدخل في حياتك، ابعد عن سكته احسن. محمود، انا عاوزاك دايما الانسان الطيب المسالم اللي انا حبيته. ماشي. ليلى بس ما تخافيش، انا هتصرف. تتصرف ازاي؟ هتعمل ايه؟ دي بتاعتنا هتبقى على كل رسام في الشركه، مش جايه انها توصل لمراتك. فين الدليل؟ طب مش لما نتفق الاول؟ لو شفت بعيني هيبقى الاتفاق سهل.
وبالشروط اللي تريحك وترضيكي. مهما كان التمن؟ مهما كان التمن. طيب دي عينة. طب مش عارف مين هي؟ هتعرفي كل حاجة بس في وقتها المناسب. بس أنا بقى ما أحبش أتعامل بالتقسيط، يا مرة واحدة يا بلاش. أيوة بس أصل من غير بسبسة، الأول شرط آخره نور. ما هو دلوقتي مش ممكن أبدا. يبقى تبللي الكلام ده للي بعدك، ودول عينة. بعدين لما تنفذي الاتفاق كله وعن إذنك، لأني مش فاضية عندي شغل. براحتك براحتك خالص يا ست هانم. السلام عليكم. مع السلامة. اهلا 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 يا فريد افندي. تعال يا راجل تعال. تحت امرك يا محمود بيه. ما تقعد يا راجل تستريح. ربنا يريح قلبك يا ابني. ايه يعني جيت كده ومشيت على طول؟ كنت عاوز حاجه مهمه يا بيه؟ احنا ما يهمناش غير راحت سعادتك. يا راجل يا كباره. لا صحيح، اصل انت دخلت كده وانا وانت قاعد بتدرس ميزانيه المشروع، قلت ما اقطعش حبل افكارك. فعلا يا فريد افندي، اصل الحقيقه المشروع ده شاغل دماغي قوي اليومين دول. الحقيقه هو مشروع يستاهل، موزون وملفوف ومتكلف. وايه ده المشروع يا فندم؟ ايوه صحيح. شوف يا اخي، كنت هتنسيني انا طلبتك ليه. خير يا محمود بيه؟ الحقيقه يا فريد افندي، انا ملاحظ نشاطك ومجهودك الكبير قوي اليومين دول في متابعه العمل، وخصوصا المشروع الجديد. العفو يا فندم. عشان كده انا قررت لك المكافاه البسيطه دي، ولو اني متاكد انك تستاهل اكتر. كتر خيرك يا محمود بيه، بس ده كتير وانا ما استحقش منك الكرم ده كله. يا راجل عيب ما تقولش الكلام ده، ده احنا عشره قديم. الله، ده انت مربي لي هنا في الشركه وانا عارف ظروفك كويس. ده برضو كان عشمي فيك يا محمود يا ابني. طب وشرفي، انا بحمل لك في قلبي معزه ما تتوصفش. ايوه طب متشكر يا فريد افندي، اتفضل انت. يزيد فضلك يا ابني. يا امير يا ابن الامراء. على فكره يا فريد افندي، اللي شفته هنا ده هنا فين يا ابني؟ يعني لما كانت ليلى. ليلى مين يا حبيبي؟ انا لا جيت ولا شفت ولا سمعت. الله، جرالك يا محمود بيه. بقى معقول يا محمود فريد افندي يطلع كده؟ كده ده كده وابو كده كمان. يا لولا يا حبيبتي، الفلوس هي الدينامو اللي بيحرك الدنيا دي كلها. الناس كل همها دلوقتي الفلوس، وفريد افندي واحد من الناس، وانا واحد، وانت واحد. اختيش احنا في الشارع، احنا مش هنقوم بقى، انا هتاخر قوي. يا سلام يا لولا، لو نفضل كده على طول. احنا اتفقنا على ايه؟ مش قادر يا لولا، مش قادر، تعبت وفضية بقى. الصبر جميل يا ابو حنفي. بقولك ايه؟ كفايه بقى يا محمود، ما بقتش قادره اضحك. انت جرالك ايه؟ اتجننت يا حبيبتي، اتجننت. محمود بقى حد يشوف قدامه الجمال والطعامه دي كلها وما يتجننش؟ صحيح، يعني بتحبني بجد يا محمود؟ وهفضل طول العمر احبك. يا سلام، يا ريت نفضل كده على طول. نفسي اعيش بقيت عمري في سعاده اللحظه دي. هيحصل يا حبيبتي، طول ما انا جنبك هيحصل. وللأسف صدقتك وحبيتك، لأني حبيت فيك شبابي وسنين عمري اللي ضاعت مع جوزي الأولاني اللي كان أكبر مني بخمسة وعشرين سنة. الله يرحمه، ساب لي كل أمواله وأملاكه، وكنت أنت من ضمنها موظف صغير في شركته. معلش، كله يتصلح. أجمل
الصباح على أرجع ناس. أهلاً. لا مؤاخذة، أنا دخلت في وقت غير مناسب، أصل ما لقيتش حد يمنعني بره. المفروض إن حضرتك تستنى لغاية ما تلاقي حد. الحكاية ما تستاهلش يا أمورة، إحنا نعرف بعض جامد قوي ومفيش حد غريب، ولا إيه يا محمود بيه؟ آه أهلاً، اتفضل. عن إذنك يا فندم. سيجارة؟ مضرة ها؟ خير يا أستاذ فتحي؟ في خدمة ممكن أقدمها لك؟ تكونش معذور ومحتاج لقرشين سلف، أعتقد اللي بينا يسمح. يا سيد محمود، أنا جاي لك بنفس الصفة اللي عرفتني بيها، فاعل خير، فرافيرو اللي جاي يحل لك أكبر مشكلة في حياتك. مش فاهم. حبك لليلى محتاج لنهاية سعيدة، ومفيش حد غير يقدر يحققها لك. أنا الوحيد يا محمود اللي هيقدر يخدمك في الشغلانة دي. أنت بتقول إيه؟ المهم مراتك عايدة هانم هتتصرف معاها إزاي؟ ما تستغربش، زي ما أنا عارف اللي بينك وبين ليلى، عارف تمام ظروفك مع عايدة هانم مراتك صاحبة الهلمة والخير اللي انت فيه ده كله. تعوز مني ايه بالظبط؟ مصلحتك. انا جاي هنا راجل غرضي شريف، عايز اخدم وبس. صاحبي حبيبي تخدم؟ ايوه حريحك، هبعت لك عايدة هانم لبعثة. ايه؟ بعثة للاخرة. انت بتخاف تقول ايه؟ اسمع يا جدعان، انت اذا كانت عايدة معجراش قصدي بقى اهو ده عيبك الوحيد يا محمود، التهور والتسرع والرعونة. يا حبيبي عايدة هانم دي لا اعرفها ولا شفتها خالص، ولو قعدت مع نفسك شوية وركزت وفكرت كويس هتتأكد من صدق كلامي. محمود انا كل اللي يهمني في اللعبة دي كلها انت حبيبي صاحبي اخويا. ها قلت ايه يا محمود؟ قلت ايه في ايه؟ نخلص اريحك منها اشيلها من دماغك خالص. انت مجنون، مش ممكن تكون عاقل وتقول الكلام ده. لا ده انا عاقل قوي يا محمود، وانت عارف كده كويس. طب اتفضل اطلع بره، اطلع بره. الله 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 الله، متهور ليه كده ليه؟ اهو ده الغلط بقى. مش قلنا حبايب صحاب اخوات؟ انا جاي هنا غرضي شريف، عايز اخدم. محمود انا عايز اوفق راسين في الحلال. انت عاوز تقتل؟ لوجه الله. اسمع، يستحسن ان انت تخرج لوحدك. انت مصمم يا محمود؟ ايوه. براحتك يا ابو حنفي. على العموم يا محمود لو احتجتلي انت عارف هتلاقيني فين، وانا متاكد انك هتحتاجلي وهتجيلي. عايدة هانم المحترمة، من بعد بيعه محمود خلاص رمى طوبتك واستغنى عنك. لو كنت عاقلة وعاوزة مصلحتك فاحنا موجودين وتحت أمرك، ولعلمك محمود بيفكر يخلص منك، بس مش بالطلاق، بالموت. بالموت بالموت. ده ايه بالظبط؟ والله يا فندم انا معرفش، دي رسومات. طب شيلي. فريد افندي. ايوه. عايزك تعمل لي تقرير عن حركه الشغل كله،
وتجيب لي كشف برصيد الشركة وبيان من البنك بكل الشيكات اللي اتصرفت في الفترة الأخرانية. تحت أمرك يا هاني. صباح الخير. صباح الخير يا سيادة المدير. دي ايه المفاجأة الحلوة دي؟ يعني ما قلتليش يعني انك جاية هنا. اتفضلوا انت. ما تنسيش يا ليلى تحضري الورقة اللي قلتلك عليها. حاضر يا فندم. ايه يا عايدة اللي بتعمليه ده؟ خير؟ ايه؟ عندك مانع اطمن على شركتي اللي سيادتك هتخربها بتصرفاتك؟ النغمة الجديدة اللي بتكلميني بيها دي يا عايدة؟ من امتى بتراجع ورايا على شغل الشركة؟ من النهاردة يا محمود، بعد ما عرفتك على حقيقتك، بعد ما اتأكدت ان كل وقتك وتفكيرك ما بقاش في مصلحتي ولا في مصلحة الشركة، بقى في القذارة اللي بتعرفها. عايدة ارجوكي، ملوش لزوم الغلط. انت انا بستغرب ازاي اكون مغفلة للدرجة دي وامن لانسان زيك. يا عايدة فوق نفسك وما تكبريش المسألة اكتر من كده. لازم تفهمي ان اللي في دماغك ده كله اوهام. لا يا استاذ، إذا كنت فاكر إني لسه عايدة الهبلة اللي ممكن تضحك عليها بكلمة هايفة تبقى غلطان. فوق لنفسك أحسن تندم. كفاية يا عايدة بقى، كفاية لغاية كده. خلاص انتهينا. أنا طلبت من فريد أفندي يعمل لي تقرير عن أحوال الشركة. أنا عايزة التقرير ده يكون عندي بعد يومين بالكتير. طب وما طلبتوش مني ليه؟ ليه بس ما تقوليليش على كل اللي أنت عاوزاه؟ لأني بدور على الحقيقة يا محمود، مش على الخداع. بس تصرفك ده يا عايدة ممكن يهزقني قدام الموظفين. مش معنى انت رضيت تهزق كرامتي كزوجة قدام الناس. انا مش فاهم حاجة من اللي بتقوليه. اذا كان عندك حاجة قوليها لي بصراحة، واجهيني بيها. ما تنساش تنفذ اللي طلبته. شكرا على واجب. ما تستغربش، دايما انا هتلاقيني في خدمتك وتحت امرك. باي باي يا عمر. اهلا دكتور جاكي. انت جننت؟ افرض امي صحيت. افتحها اقول
لك كلمتين اثنين وامشي. انت كمان سكران؟ يا فضحتي يا فضحتي. الجيران يقولوا ايه دلوقتي يا محمود؟ افتحها يا ليلى. طيب استنى ليه يا ليلى؟ ليه بتعذبيني؟ ليه عاوزه تبعدي عني؟ عشان مصلحتك يا محمود. انا سمعت الكلام اللي قالته مراتك، عشان كده كان لازم ابعد عن الشركه، واقتنعت كمان ان انا لازم ابعد عنك. لا يا ليلى. بس لا يا ليلى، لا اوعي تعملي كده. ده احنا الاثنين ما نقدرش نبعد عن بعض، احنا اتخلقنا لبعض يا ليلى. ده احنا زي ما بيقولوا روح واحده في جسدين، وزي ما بيقولوا ان التضحيه اغلى ما في الحب، عشان كده انا لازم اضحي عشان سعادتك ومستقبلك. انت مستقبلي. ارجوك يا محمود. انت مستقبلي، انت سعادتي. انا من غيرك ما اسواش اي حاجه. انا ما اقدرش اعيش من غيرك، ما اقدرش. وكرامتي يا محمود، انت عارف قد ايه انا بحبك وقد ايه انا ضحيت علشانك، لكن انت ما ترضاش ابدا بالكلام ولا بالوصف اللي قالته عليا مراتك. لا لا لا، دي عاده قالته في ساعه غضب. دي زي الطير المذبوح بتخبط، الطير اعمى. وبعدين هي كمان ما تعرفش هي بتتكلم على مين. بلاش نضحك على نفسنا، اذا كنت انت سكران فانا فايقه، وانت كمان لازم تفوق. لازم تفوق يا محمود عشان نقدر نواجه الواقع اللي دايما بيفرق بيننا. لا يا ليلى لا. ارجوك. لا يا ليلى لا، ما اقدرش اعيش من غيرك، لا مستحيل. وانت كمان مش ممكن تتخلي عني في الظروف اللي انا فيها دي. يا استحيل يا ليلى، ده انا محتاج لك. انا غلبان يا ليلى، غلبان وبحبك. بحبك قوي يا ليلى، بحبك قوي، بحبك. الو، ايوه مين؟ هيكون مين غيري يا حبيبتي، صاحبتك المخلصه اللي بتدور على مصلحتك. احنا مش سبق اتفاهمنا في الموضوع ده؟ ما نفذتيش وعدك ليه؟ ليه؟ ما احنا لقينا حكايه الصور دي لا هتقدم ولا هتاخر، فقلنا بقى نتغدلك بيه قبل ما يتعشى بيكي. وانت بقى اللي هتتغدي بيه؟ لا، اللي هينتقم لك منه واحد معرفتي. بس انت اموري شاورنا بايدك وانا هريحك منه، ما تخافيش مش هنكلفك كتير. وفروا خدماتكم، انا اعرف اتصرف بنفسي. عايزة هانم؟ مساء النور يا فندم، اتفضلي. دي خطوة عزيزة يا فندم، اهلا وسهلا. ما تستغربيش ان انا جاية ازورك، انا اخدت الوانك من الشركة لاني عايزة اتكلم معاكي في موضوع خطير. انا تحت امرك يا فندم، دي القلعة كلها نورت، ان ما شردكيش الارض نشيلك احنا فوق راسنا. ده شرف كبير قوي قوي يا فندم، اهلا وسهلا. لا مؤاخذة، دي واحدة بس اغير هدومي، اصل والدتي عيانة جوه وانا قاعدة لوحدي. اتفضلي حضرتك في الصالون يا فندم، اهلا وسهلا، نورت يا فندم. تحبي حضرتك تشربي ايه؟ قهوة ولا شاي؟ ولا اجيب لحضرتك حاجة ساعة؟ دقيقة واحدة بس، الكشك تحت البيت على طول، اجيب لحضرتك حاجة ساعة. مالوش لزوم، اقعدي استريحي، هما كلمتين هقولهم لك وهنزل على طول. انا تحت امرك يا فندم. خير؟ محمود. محمود بيه؟ ماله يا فندم؟ حصل حاجة؟ حصل كتير. محمود اتغير، ما بقاش هو اللي عرفته واتجوزته وسلمته كل ما املك. يا خبر، معقولة دي؟ اعتقد انك بحكم وظيفتك تبقي اقرب الناس لمحمود، وانا اعرف الزمالة القديمة والعشرة اللي كانت بينكو قبل ما يعينك سكرتيرته. ايوه يا فندم ده صحيح، لكن انا الظاهر ان انا غلطت او اتسرعت في الجوازة دي، لكن ما كانش في تقديري ابدا ان العلاقه اللي بينك وبينه هتزيد مع الايام لدرجه انها تتعدى حدود الزماله والعمل. لا يا هانم ارجوكي، الكلام اللي بتقوليه حضرتك ده خطير جدا وملوش اي اساس. انا صحيح بيني وبين الاستاذ محمود في ود وتفاهم، لكن عمره ما تخطى حدود العمل. ده اللي انا كنت فاهماه،
لكن الحقيقة غير كده بالمرة. تقدري تفهميني اشمعنى انت دولا عن كل موظفات الشركة اللي يختارك سكرتيرة لمكتبه ويرقيكي ويزود ماهيتك؟ عشان امانتي واخلاصي في خدمة شركة حضرتك اكتر من 4 سنين دلوقتي، عشان واثق في كفاءتي. اسمحي لي اقولك يا فندم ان حضرتك غلطانة بظنك ده، مش غلطانة في حقي انا بس. لا يا فندم، حضرتك غلطانة في حق جوزك المخلص ليك اللي بيحبك، وغلطانة في حق نفسك كمان. يعني انا كان ممكن تحصل علاقة بيني وبين محمود ايام زمان لما كان زميلي وغلبان زي، لكن ده ما حصلش. تفتكري حضرتك ان ده ممكن يحصل دلوقتي بعد ما بقى محمود بيه جوز حضرتك؟ افتكر المية عمرها ما تجري للعالي. انا مش فاهمة ازاي خطر على بال سعادتك ان ممكن تحصل اي علاقة بيني وبينه. محمود زيك وانتي زيه، وانتوا الاتنين زي بعض، والانسان مهما عالي بيرجع لاصله. عايدة هانم ارجوكي، وجودك في بيتي له اعتبارات كتيرة قوي، من فضلك عايدة هانم ارجوكي ملوش لزوم. عايزة تفهميني ان مفيش بينك وبينه اي حاجة؟ انا احلف لك على كده، واحلف لك كمان ان لولا ان امي مريضة وانا محتاجة للمرتب اللي انا باخده من شركة سيادتك انا كنت قدمت لك استقالتي دلوقتي هنا حالا. كل حل يا فندم، انا اوعدك ان انا من بكره هدور على شغل جديد عشان اقدر اعيش بيه انا وامي، وابعد عن شركتك وهتبوس حضرتك. بس يا ليلى، بس ارجوك، انا الظاهر فعلا كنت غلطانه في شكي فيكي، بس انا معذوره. انا مهما كان ست ليا احاسيس ومشاعر. الحالة اللي فيها محمود اليومين دول مخلياني اتصرف تصرفات انا نفسي مش راضي عنها. معلش يا ليلى، اعذريني، وزي ما قلتلك قبل كده اعتبريني اختك الكبيرة، وانسي الزيارة دي خالص، واعتبري الشركة شركتك. ليلى اوعي تقدمي استقالتك عشان خاطري. خلص بقى متعيطيش. محمود ايه؟ ايوه يلا بينا. شوية وهيتكلم. أرفعت آخر مرة بنصحك تقول الحقيقة، مفيش قدامك فرصة تانية. ابعد انت على النعمة، على النعمة سلمت البضاعة زي ما اتفقنا. انت يا راجل قول وشرف أمي ده اللي حصل. السمون قال إنه ما استلمهاش. قول الحقيقة بقول لك يا عديم الزنة. ما صدقوش يا فتحي، ما صدقوش، ده راجل كذاب. لا 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 اسمع هذا، ما اقولك انت الظاهر الزوق مش هيجي معاك، اتكلم وقول الحقيقه والا هتشاهد على روحك. حاول حاول اسفك، حاول قول بصراحه. بصراحه انا لقيت البوليس قطرني، فشرت نفسي ورميت البضاعه يا سفتحي. صدقني يا سفتحي، صدقوني، صدقني انت مش معانا. انت صدقني يا سفتحي، صدقني انا عمري ما خنتك ولا لعبت معاك. انا مظلوم، مظلوم يا ناس، مظلوم. سيبوه. طاووق اهلا اهلا محمود بيه. معلش لا مؤاخذه، ظروفك هي اللي جابتك في وقت غير مناسب، لكن اديك يا سيدي عرفتني وعرفت شغلي. انا مش مصدق عيني. وليه لا؟ دي جريمة قتل. الراجل مات. طبعا طبعا كده بمنتهى السهولة. ده لمؤاخذة مبدأنا في الشغل بتاعنا، تخون تاخد جزائك في ساعتها، كلمة الشرف وجدعنة هي اللي بتحكم بينا. سيجارة.
اتفلع. انا جاهز وتحت امرك. قررت؟ هو انت ايه اللي هتعمله بالظبط؟ يعني هتتصرف ازاي؟ ده مش شغلك. اللي هعمله انا هيكون بعيد عنك انت خالص، مالكش فيه اي يد. المهم مدام دخلنا في الجد، هتقدر على المصاريف؟ طلباتك مش كتير، 50,000 جنيه بس. ايه؟ وعلى فكرة ما تحاولش الفصال معايا لان ما بحبوش. طب معلش بقى، مالوش لزوم. لا 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 مش كده، امال ده احنا اصحاب ونتفاهم. ما هو انت يا حبوب بال50,000 جنيه دول هتخلص لمؤاخذة من عايدة هانم، وحتورث لك حزبة 2-3 مليون، وحتتجوز حبيبة القلب ليلى. كل ده ما يسواش، ده انا فعلا فعل خير والوجه الله والصداقة. طب يبقى نص المبلغ مقدم والباقي بعد التنفيذ. كل المبلغ مقدما ونقدا. ايوه بس من غير بسبسه. طب والضمان؟ كلمتي مفيش غيرها. افتكر انك شفت بعينيك معنى كلمه الشرف بالنسبه لي. اتفقنا. عايدة مالك؟ لا مفيش. طيب تصبح على خير. انت من بالك. ما فيش غير كده خالص. ايه هميت ايه بس يا محاسن؟ اعملي اي حاجه بس ما تحطيش عليها جاز. يا ساتر. بقول لك ايه؟ ها؟ القتيل لسه نايم. صباح الخير يا ابو الفتوح، يا عترة، يا جهنمي، يا ملك الهوى والشباب. صباح الخير يا كرش. اخ يا خرابي، ده انا حسيت ان انا مت بجد يا جدعان. اما انت بركة اللي نفعت في حاجة يا درش. لا يا سي محاسن، بعد إذن حضرتك، ده أنا عاجبك قوي حتى سالي سي فتحي كده. بقول لك يا مصطفى، اعمل لك همة وغير هدومك بسرعة وارجع على المشوار اللي فهمتك عليه. من عناية يا سي فتحي. بس بقول لك إيه، مش برضه عدي على المصلحة عشان هيقول لي عدي على المصلحة. ما تنزلش خالص، أحسن. ما تشوفش الشارع بعينيك، أنا هعمل المشوار ده بدالك، فاهم ولا مش فاهم؟ مش عايزك تقب اليومين دول، ما حدش يشوفك، فاهم ولا مش فاهم يا مصطفى؟ من عناية يا سي فتحي، عندك حق برضه احتياط واجب. وانت محاسب؟ نعم. خدي بالك، اعملي معروف، اوعي ينزل الشارع. ايه يا اخويا ينزل ازاي؟ يقدر؟ اوعى تنزل الشارع، انا بقول لك اهو. وقعدي جنب التليفون، عارفه تقعدي جنب التليفون؟ عينيا. ايوه بقول لك. بس ابقى طمني يا اخويا. بقول لك ايه؟ ها؟ ادخل جوه دي، ما تطلعش، ما تقبش من دي. حاضر يا سي، يا سي فتحي، مع السلامه يا جهنمي. اخ بقول يا سي محاسن، ما بدهاش، احنا نخليها بدنجان. أنا كنت كلمت فريدة فندي علشان يجيب لي البيان والتقارير اللي طلبتها منه، وأنت ما مضتهمش لغاية دلوقتي. ممكن أعرف إيه السبب؟ اطمني يا مدام، التقارير رجعتها ومضيتها، والبيان أنا بنفسي هروح لغاية البنك وأجيبهولي النهاردة بإذن الله هيكون عندك. أي أوامر تانية يا مدام؟ متشكرة. السلام عليكم. مع السلامة. ألو؟ أيوة يا فندم. لا لسه ما جاش. حاضر يا فندم، أول ما يوصل هديله خبر. تحت أمرك.
الفلوس عندك في الشنطه، تقدر تتاكد بنفسك. عيب يا ابو حنفي، ده احنا بنلعب على المكشوف. ايه النظام؟ الليله معادنا. اسمعني وافهمني، اللي حقولك عليه لازم تنفذه بالحرف الواحد، والا مش مسؤول على اللي هيحصل لك. لا ما تخافش، الليله تسهر بره البيت وش فجاه، والسهره تكون في مكان معروف، لازم يكون في ناس تعرفك وتشوفك كويس. لا بسيطه دي، مقدور عليها. المهم انت هتعمل ايه؟ ده شغلي انا بقى، المهم تنفذ اللي اتفقنا عليه وتسيب الباقي على الله وعليا. استنى عندك نزلني هنا. مع السلامة، انت اتكل على الله. فاضي يا بناء الرز. ما خرجش عليك يا راجل، خلي عندك سم ايدي، مش فاضي ارد على التليفون، احسن يكون فتحي اللي بيتكلم. يا ساتر. حاضر. انا مش فاهم انت جايب الرز ده منين، مش عايز ينضف. الو، ايوه، مين ابو الفتوح؟ ايه الاخبار؟ ايه بتتكلم بجد؟ اه موجوده. ثانيه واحده، الحياه تسمع حاسب. كفايه محاسن، مش وقته. اسمعيني كويس. ها طبعا، ورايح لها حالا ودلوقت، بس المهم الحق انت ووصلي لصاحبتنا اوام زي ما فهمتك. حالا هيحصل، من عينيا الاثنين يا اخويا، ما تحملش هم. اول ما ترجع بالسلامه تلاقي كل شيء قبيصه. طبعا يا حبيبي، تقاسوا وتشرفوا. ماشي، مع السلامه. اوعى يا مصطفى، انا الرش ما تعطلنيش. دي الحكايه بجد يا استاذ محاسن، انا مش مصدق نفسي. لا صدق يا حبيبي، صدق يا حبيبي. الله، وانت دلوقتي هتنزلي يا استاذ محاسن والرز اللي متبعتر والبتنجان. بتنجان في عينك راجل، تفس ما تختشيش. قوم يا راجل، قوم فز، شوف اللي على النار هيتحرق. نار؟ والله ما حيش عليها نار الا انت. استر يا رب. الو، ايوه انا ليلى. صحيح؟ طب عال، انا جايه حالا هكون عندك. خلو الشقه والعفش ومصاريف الفرح وفستان العروسه كمان والجواز محقق الامل. يا سلام، انا مش مصدق عينيا. عفارم عليك بصحيح. الله، مالك يا ليلى؟ انت مش مبسوطه ولا ايه؟ مش جه الامل اللي كنا بنحلم بيه واتحقق والحمد لله؟ صحيح، بس التمن كان غالي قوي يا فتحي، وانا اللي دفعته لوحدي. لوحدك ازاي يا ليلى؟ انا ما سبتكيش لحظه واحده من يوم ما بدانا اللعبه. هي فعلا كانت لعبه بالنسبه لك وبالنسبه لكم كلكم، لكن بالنسبه لي انا كانت رحله عذاب والم. كانت كل دقيقه بتمر فيها عليا كانها سنين طويله. انا فعلا لعبت معاكم، بس لعبت بالنار، واللي يلعب بالنار لازم يتحرق. لزوم ايه الكلام ده دلوقتي يا ليلى؟ الله، انت ندمانه ولا تكونيش لسه بتحبيه؟ انا احب نادل غشاش اناني، ده انا لو طولت اقتله الف مره مش هتردد. المشكله يا فتحي ان احنا بنعيب عليه وبنلعنه واحنا عاملين زيه بالظبط، مفيش فرق. ازاي بقى؟ هو احنا كنا ضربناه على ايده ولا اكبرناه على كده؟ مش هو اللي وعايده الست الغلبانه اللي انضحك عليها، الست اللي احسنت ليه ولينا كلنا، هي كمان ذنبها ايه؟ وانا ذنبي ايه؟ وانت ذنبك ايه؟ وكلنا ذنبنا ايه؟ انت ناسيه الظروف اللي تقابلنا فيها يا ليلى؟ ناسيه منظرك؟ ناسيه حالتك؟ ما انت كمان كنت ضحيه غدر واخداع. ما هي دي المشكله يا فتحي، فعلا الحياه دي كلها لعبه، بس لعبه قاسيه صعبه فظيعه، لازم يكون فيها غالب ومغلوب، ظالم ومظلوم. وعشان ما تكونش مظلوم لازم تبقى ظالم، عشان ما تكونش مغلوب لازم تبقى غالب. حتى المظلوم عشان يقدر يدافع عن ظلمه لازم يظلم. خبرها لولا، انت هتنقذي ولا ناوي تبوظي الحكايه وترجعي بكلامك؟ لا، ما عادش يجي منه، خلاص فات وقت الرجوع، لازم نكمل اللعبه للاخر. خلاص يا لولا، حضري نفسك للسفر يا حبيبتي. خلاص انا حجزت تذكرتين اهم، الطياره هتطلع الفجر. خدي بالك، احنا لازم نبعد يومين لغايه الجو ما يروق ونشوف الحكايه هتنتهي على ايه. ليلى،
احنا كنا طايلين، كنا طايلين يا ليلى، وعلى راي المثل رزق الهبل على المجانين. صحيح عندك حق. يلا اسبقني انت بقى عند محاسن وانت شنطتك وانا هاجي لك على هناك. هو ده الكلام المفيد. مال معاك التذكرتين والطياره الفجر. الفلوس الاهي، الفلوس الاهي، خد بالك منها زي ما قلت لك، ست فيها بين الهدوم زي ما قلت لك، ها بين الهدوم، خد بالك منها. اتفضل ليلى، الفلوس حبيبتي، الفلوس هي اللعبه كلها. ها اطمن يا فتح، اتكل. ماشي انتي؟ ايوه انا، كان لازم اجيلك واحذرك. المساله دخلت في الجد، ما عادش فيه وقت. وقت ايه مساله ايه اللي دخلت في الجد؟ اللي لادي محمود جوزك هيخلص منك، هيقتلك. احنا من سبق اتكلمنا في الموضوع ده وقلتلك رايي بصراحه. ايوه حصل، بس كان لازم اجيلك دلوقتي وانبهك لاخر مره، وكمان اعرض عليكي خدماتنا. وما تخافيش مش هتدفعي كتير. لسه عندك كلام تاني ولا خلصتي؟ انت مش عايزه تتحركي ليه؟ بقولك الليلادي، الليلادي هيقتلك، هيخلص منك. مستنيه ايه بس؟ مستنيه ما يخلص عليكي ويورثك ويروح يتجوز البنت اللي بيحبها. مش هيحصل، ريحوا نفسكم. ومغزى محمود بيه، الساعة دي التلاتة والمحل لازم يشطب. ها يا الساعة كام دلوقتي؟ بقول لحضرتك الساعة تلاتة ونص. يا طيب انا همشي. سلام. خدها كلها. شكينا ساعة في البيت. سلام. سلامة الله بيه. ما تسيبنيش يا سي معاذ بعد اذن حضرتك. وانا هسيبك، تعالى